حياكم معنا في هذه الحلقة للتعرف على علامات وملامح الشخص المتردد بالفراسة. هذه بعض العلامات إذا رأيتها بالفراسة تعرف أن الشخص اللي قدامك عنده صفة التردد. رقم 1 توسط حجم العين أو براءة النظرة. 2 السمنة الشديدة الواضحة. 3 تعرق اليد بشكل مستمر المتعرقة أو الرطبة أو الدهنية. 4 أصحاب البشرة الصفراء. 5 تقوس الحاجبين كنصف هلال. 6 الصوت المنخفض أو المرتعش. أسباب التردد كثيرة، طرق علاجها أيضا كثيرة ومختلفة، ولكل شخصية طريقة مخصصة. دمتم بخير. تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا عبر سناب شات، إنستغرام، واتساب.